عبد الرحمن مختار قام برفقة المندوب العام للحكومة البلدية جمينة والعمدة بزيارة إلى تفقد سير العمل لمشروع إعادة رصف طريق تايوان الذي بدأ العمل به منذ شهر أكتوبر الماضي. الوزير الصحة العامة البروفيسور محمود يوسف خيال قام بزيارة إلى مركز رعاية مرضى فقر الدم. لجنة الانتخابات القنصلية لعام 2020 قدمت بيانا صحفيا حول تحديد موعد الانتخابات للقنصلية بالغرفة التجارية. النشرة الرئيسية، أهلا وسهلا بكم. بناء على الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة التشادية في مواجهة الإرهابيين بولاية البحيرة، طالبت الجمعية الوطنية مساء أمس ببناء نصب تذكاري لأفراد القوات المسلحة التشادية. الزميل آدم أبو بكر إدريس عد لنا هذه الورقة. تتسارع وتيرة الأحداث بشكل يومي بحيث تتعالى فيها الهمم وتعلو فيها الرايات وتظهر من خلالها نقاط الضعف والقوة، وفي هذا المحفل العريض يقال لا مجال للضعف والوهن، وفي المقابل فإن قوات التشادية عرفها من عرفها في ساحات الوغى وجهلها من يجهل ميادين القتال. وفي خضم الأحداث المتتالية، لقد عزم قائد العالى للقوات المسلحة التشادية القائد المحنك الذي عرفته البيداء وصاحب القرطاس والقلم وشهد له بالفروسية القابعون في الصخور والأدغال، وبفضل الله ثم بفضل القائد الجسور تمكن الجيش الوطني التشادي من تصليح نفسه بالعتاد اللازم والمعدات الحربية الحديثة، مما مكنه من كسب الثقة واحترام من القاسي والداني. وهذه الطريقة الفريدة التي نالت بها قوات المسلحة التشادية التقدير والاحترام، وحصل ذلك بجهد قائدها الذي لا يعرف الوهن ويشق طريقه بالعزم والإصرار. وقد ضربت قوات المسلحة التشادية أروع الأمثال للتضحية والبطولات في ميادين شتى من أجل كمال التراب الوطني ومواجهة الإرهاب والتصدي له، وخير شاهد على ذلك مشاركتها في استتباب الأمن والاستقرار في بعض دول الجوار، بدءا بجمهورية مالي والنيجر والكاميرون وأفريقيا الوسطى، وذلك على سبيل المثال لا الحصر. وأما المستوى المحلي فإن الإرهاب ذاق مرارة الحزيمة على يد قواتنا الباسلة وكبدتها خسائر فادها، تحديدا في ولاية البحيرة وقراها ككيغا كنجريا وبوما وتشوكوتيلي وغيرها، وبهذا حق لها أن تجد التقدير والعناية من قائدها البطل الأفريقي المشير إدريس ديبي إتنو القائد المغوار صاحب التخطيط الاستراتيجي رجل المهمات الصعبة. وعندما ترس السفينة قبالة الساحل فهذا لا يدل على أن السفينة وصلت إلى بر الأمان بفضل البحر، ولكن يكون ذلك بسبب قائد السفينة. وحينها فإن الجمعية الوطنية ولما أتت بالاقتراح القائل إن النصب التذكاري لهؤلاء الأبطال لم يأتي بمحض الصدفة، ولكن جاء نتيجة للرؤية الثاقبة ومعطيات الواقع للذين أبلوا بلاء حسنا من أفراد قواتنا التشادية في ساحات الوغى، وأن تشييد النصب التذكاري سيخلد ذكرى طيبة وحافلة لهؤلاء الجنود وتاريخ بطولاتهم للأجيال الحالية واللاحقة. قام يوم أمس نواب الجمعية الوطنية بمنح فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو رتبة مشير بصفة تشريفية، اعترافا له بالجهود التي قدمها من أجل خدمة الوطن والمواطنين. حول هذا عد لنا الزميل السمي حسن الحلو بعض مسارات فخامته الحافلة بالإنجازات.
استولى رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو على السلطة عام 1990 بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق الدكتاتور حسين هابري. فبعد حصوله على الشهادة الثانوية من ثانوية جاك مدينة ببنغور، التحق بمجموعة المدارس العسكرية للضباط بأنجمينة، ثم ابتعث إلى فرنسا حيث تخرج طيارا في عام 1976، ثم عاد للبلاد في ذات العام. وبعد عودته عين في وظائف ومسؤوليات عدة، فبعد سقوط نظام الرئيس الأسبق فرانسوا تامبالباي عمل مع الجنرال فليكس مالوم عام 1979، وفيه شهدت البلاد الحرب الأهلية التي مزقتها. ومن ثم عينه هابري بعد استيلائه على السلطة عام 1982 قائدا عاما للجيش، وذلك بعد انتصاره في ضرب القوات المدعومة من النظام الليبي. وبعد خلافه مع حسين هابري خرج الرئيس إدريس ديبيتنو ورفاقه بسبب الاضطهاد والظلم، وأسسوا الحركة الوطنية للإنقاذ لمواجهة نظام هابري، وتوجد مساعيهم بدخول أنجمينة وتم الاستيلاء على السلطة. وحولت الحركة الوطنية للإنقاذ إلى حزب سياسي، وحينئذ دخلت البلاد في مصاف الدول الديمقراطية، وجاءت الحرية وعرفت البلاد مرحلة جديدة اتسمت بحرية التعبير وتأسيس الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني، وتنفس الشعب الصعداء بكل ما تعنيه الكلمة. هذا ومنذ تلك الفترة وحتى الآن شهدت البلاد مسيرة ديمقراطية لا مثيل لها في دول المنطقة. وتعهد رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو برعاية وضمان المسيرة الديمقراطية لتكون أداة للحكم ونبراسا ليهتدي به الآخرون. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد صادق نواب الجمعية الوطنية على مقترح تم على إثره منح رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو رتبة مشير، وهي رتبة فخرية حصل عليها لخدمات جليلة قدمها وجهود مضنية بذلها لصالح الوطن والمواطنين. ومعروف للجميع أن رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة إدريس ديبيتنو قد بذل حياته وكرسها لبناء وحماية الوطن والمواطنين. ففي المجال العسكري وهب المشير إدريس ديبيتنو جل حياته للذود انحياض الوطن من المعتدين والإرهابيين، لا سيما في منطقة بحيرة تشاد، ومكث أسابيع لتطهير البحيرة من إرهابيي بوكو حرام، وباتت المنطقة الآن آمنة ومستقرة، وذلك بفضل قيادته وخبرته وتخطيطه العسكري. وكانت انتصارات غضب بوما مدوية على المستويين المحلي والدولي. أما على الصعيد الخارجي فقد عرف رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو بإغاثته للملهوف وتطمينه للخائف، وهذا ما حصل بالضبط في دولة بالي الشقيقة التي وجدت العون والدفاع من القائد الأعلى للقوات المسلحة التشادية المشير إدريس ديبيتنو، حيث إن قواتنا هبت لنجدة الماليين في عام 2013، وكانت التضحيات جسيمة من قبل جنودنا الأبطال الذين أكدوا للإخوة في غرب إفريقيا أن شجاعة الجنود التشاديين قليلة ونادرة في وقت عاجز النساء في هذا الجزء من القارة أن يلدن مثل التشاديين. على كل حال فالدماء والأرواح التي بذلت فداء للأوطان ولدحر الإرهاب سواء في البحيرة أو في دول الساحل حظيت بإشادات معبرة من كافة أبناء إفريقيا الأوفياء. فالتشاديون والأفارقة قاطبة قدموا عرفانهم وإجلالهم المستحق للمشير إدريس ديبيتنو على بطولاته وتدخلاته الشجاعة. فرتبة المشير هذه كان من المفترض أن تمنح لرئيس الجمهورية منذ وقت طويل، ولكن قيل لأن تأتي متأخرا خيرا من ألا تأتي. فرئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو يستحق أعلى الرتب والأوسمة لأنه أهلا لها، ويستحقها بكل جدارة واقتدار، حيث إنه حقق البيان بالعمل، فهو الفارس المغوار والأسد الدرغام والضابط المحترف والمخطط في ساحات الوغى والسياسي المحنك والمخضرم. وإن حصوله على هذه الرتبة العسكرية الرفيعة يمثل اعتزازة وفرحة الشعب التشادي عن بكرة أبيه. فهنيئا للسيد الرئيس، وهنيئا لبلاد توماي
بهذا القائد الفذ. بعد تدشينه للمحطة الولائية لمدينة ماسينيا للهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري، لاحظ وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة عمر يحيى أن سكان المدينة لم يحترموا الإجراءات الصحية والقرارات الحكومية التي تقي المجتمع من خطر تفشي فيروس كورونا. بناء عليه عقد الوزير لقاء حضره الحاكم والقيادات المدنية والدينية والأمنية والعسكرية والتقليدية بالولاية للتفاكر حول مسألة تكثيف الحملات التوعوية للحد من انتشار فيروس كورونا. عمر حسن ذهب وتفاصيل هذا الاجتماع. وصول وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة عمر يحيى حسين إلى ماسينيا كان بغرض افتتاح المحطة الولائية للهيئة الوطنية للإعلام السمعي والبصري بالمدينة، لكن الوزير بعد أن لاحظ عدم الاحترام لبعض الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا سرعان ما عقد اجتماعا ضم حاكم ولاية شاري باقرمي دكتور أبو بكر جبريل وسلطان مملكة باقرمي بنك أجولي وكذا السلطات العسكرية والصحية بالمنطقة. الوزير عمر يحيى حسين شدد على ضرورة تطبيق القرارات المتخذة في هذا المضمار لمنع تفشي هذا الوباء وسط ولاية شاري باقرمي، وقال إنه وبعد تدشين المحطة الولائية للإذاعة والتلفزيون بات جليا على السلطات المحلية تكثيف حملات التوعية وإخبار المواطنين بخطورة هذا المرض. وأضاف وزير الإعلام أنه على السلطات بالمنطقة أن تكون مثالا يحتذي به المواطنين. هذا وبعيد انتهاء هذا اللقاء توقف وزير الإعلام بمركز تدريب وتعليم النساء الذي جاء بفضل مؤسسة القلب الكبير، وقد تفقد فيه الوزير قسم الخياطة والتطريز والمكتبة العلمية. مسؤولة المركز أسماء قاسم قالت إن هذه الزيارة الخاطفة للوزير ترفع معنوياتهم وتزيد عزيمة النساء بالمنطقة نحو التمكين والاستقلالية. تفقد صباح اليوم وزير البنية التحتية وفك العزلة عبد الرحمن مختار برفقة المندوب العام للحكومة لدى بلدية أنجمينة وعدد من فني الوزارة سير العمل بمشروع رصف طريق تايوان الذي بدأ فيه العمل منذ الشهر أكتوبر الماضي، وقد لاحظ الوزير تقدم العمل في إكمال المشروع في الوقت المحدد. محمود موسى الفيل وتفاصيل هذه الزيارة. للتعرف على مجريات سير العمل بمشروع إعادة رصف شارع تايوان الذي يمر بالدائرة 7 و8، وقف وزير البنية التحتية والنقل عبد الرحمن مختار برفقة كل من المندوب العام للحكومة لدى بلدية أنجمينة وعمدة بلدية أنجمينة وعدد من فني الوزارة وقفوا على هذا الطريق الذي شرف على الانتهاء. وقد لاحظ الوزير والوفد المرافق له بأن العمل يسير بطريقة جيدة وفق الخطة الهندسية. وقت الموقف يعني 10 شهور، في ال10 شهور هسه يعني خلاص دخلوا في التزاع، ولكن فضل بعد ده شهر قدام قاعد وفي الخدمة هسه زايفين فوق ده، يعني قبل الشهر بقدر بكمل ده يعني شيء أكيد. ونحن وقت جينا دايرين نشوفوا يعني في الفينيشن ده الكاليتي عن الخدمة. هذا وفيما يتعلق بمشروع بناء الصرف الصحي في الطرقات العامة أكد وزير البنية التحتية بأنهم سيبدأون بتنفيذه في قادم الأيام لتطبيق توجيهات الرئيس الجمهورية إدريس جيبي إتنو الرامية إلى استصلاح البنية التحتية. الرئيس الدولة أدانا عمر في ده، يعني قال من حس الشوسي القايد ده نصوه يعني في أي جهة بافي يشيل يعني 2.5 متر، وبعد ده كنيفو يعني يكون بالطول يعني كل يعني اتجاه عديل، والعلمي يلوم في الباسه حنا سانتانا وباسه هنا جنب هيدروكربور حتى الريليفاج حنا العلمي اللي بمشي في الكنال كله يعني كل نسلهه ويكون شيء يعني ممتاز كامل. إن شركة سيجوكوكا الصينية هي الشركة المنفذة لهذا المشروع الذي يمتد طوله إلى 7 كيلومترات و160 مترا بدءا من دوار جسر الوحدة وإلى دوار قصر 15 يناير. هذا وللمعلومية فإن المشروع تقدر تكلفته المالية بأكثر من 9 مليارات من الفرنكات الأفريقية، ومن المنتظر أن تنتهي أعمال هذا المشروع في مدة شهر.
وزير الصحة العامة البروفيسور محمود يوسف خيال قام بزيارة إلى مركز رعاية مرضى فقر الدم بحارة أنجيري. المركز كان ضمن الاتفاقية التعاونية بين وزارة الصحة العامة ومنظمة أطباء بلا حدود. خليل حسن صالح. بعد اتفاقية يناير التي أبرمت بين وزارة الصحة ومنظمة أطباء بلا حدود للتعاون حول محاربة كوفيد-19 الذي تراجعت وتيرته في الفترة الأخيرة، تتجدد الاتفاقية مرة ثانية لتشمل رعاية مرضى سوء التغذية، حيث قام الوزير بزيارة لمركز الرعاية الذي تم تنفيذه بناء على هذه الاتفاقية. أطباء بدون حدود عندنا معهم أخي، قلنا لم يهو الكوفيد ده جاي وعليهنا وهنا ما نقدر نحارب لكم، وعزمناهم وجونا أكثر من 30 أطباء وإنفرمية كل جونا حتى نجابوا معاهم مصنع عشان يعمل الأكسجين. أصلا المصنع ده خدته خلاص في فرشة و48 خرفة بلقوا أكسجين للريسبيراتور، عشان ده قالوا لنا خليني سوى أكور واحد آخر عشان بخليهم يخدموا، عشان المرضى ما كتير مرضى حنا كوفيد. كلام التغذية الإيار رقاق مرة واحد مسك بموتوا عليهم، ده التغذية ده يشيلهم عن كونت، يشيلوا إيال اللي عندهم مشكلة حنا الباليديسما حنا الملاريا، يشيلوا إيال اللي عندهم إسهال بس جاري ده كله بيشيلهم، بيشيلوا إيال اللي عندهم أم كنين ين وعندهم خمام أمراض الخمام نجليجية ده كله بيشيلوا. وقالوا أننا خلاص نبغى نخدمه، قلنا لهم أهلا وسهلا جدا، نقول شخل ده لسا أكون بدأ في خرفة واحد ولا اثنين، شوفوا الخمام ده كله بدأ في أصابين الاثنين وثلاثة ده، عشان ده جيت نشكر الناس القريبين بخدمه ده كله. ممثل منظمة أطباء بلا حدود ريكاردو فرناندو أكد بأن المنظمة تسعى إلى دعم البلاد وسد الاحتياجات المتعلقة بالصحة وتوفير العناية للمرضى. خلال الزيارة أبدى وزير الصحة العامة البروفيسور محمود يوسف خيال سعادته بتنفيذ هذا المركز الخاص برعاية مرضى سوء التغذية، كما أنه متاح لاستقبال المصابين بالأمراض الوبائية وتقديم الرعاية الطبية لهم. قدمت لجنة انتخابات القنصلية بيانا صحفيا حول تحديد موعد الانتخابات القنصلية بالغرفة التجارية بحضور وزيرة التجارة والمناجم وعدد من الإداريين وأعضاء المكتب السابق للغرفة التجارية وعدد من رجال الأعمال والمدعي العام للمحكمة التجارية. نتابع ما جاء في هذا البيان. بعد الريسانسمان السياسي درست أوراق القدموها و 1764 أوبراتير أوراقهم كان كويس و 804 أوراق عن الأوبراتير القدموها ما زين. نعلم الدار يترشى وانت فرصة ليجيب الدوسيا كي ديبوزي. يوم الانتخابات يكون يوم 5 يوليو سنة 2020 في كل البلد، في الشات كله، في نجمانة وفي الأقاليم الآخرين يوم 5 يوليو 2020. وزول داري يقدم أوراق يترشى طلبوا منا كتيس فيسكال أنا إمبو عن كور دي فاليديتي، أتستاسيون أنا نون فايد، أتستاسيون أنا سيمبس كلك عن كور دي فاليديتي، كوبي أنا كارت ناسيونال أنا وانا إيدنتيتي. ويسي ديمان موجه للبريزيدنت على الكوميسيون الكترال كونسيلير، ويسي فيرسما في كونت على سي سي دروانا كانديداتير. انا عندنا اقسام كتير دروانا كانديداتير فيكسي في 100 الف 500 ميل فرانس سي فا، والسيكسيون على الاغريكتير اليفاج بيش ريبريزنتان على الاقاليم الدروا دي كانديداتير الكوسيون في 50 الف 250 ميل فرانس سي فا. نطلب من الاوبراتور ايكونوميك الدايت راشو يدوفوزي اوراق هنم قدر دي سي لتران، ويوم 5 يوليو الانتخابات يكون في كل الشات. أطلق حاكم ولاية سيلة العميد عبد الرحمن علي محمد أعمال الحملة الزراعية بالولاية تحت شعار تجنب الأزمة الزراعية بالولاية. المزيد لدى محمد هارون أبو جرين. تأتي انطلاقة هذه الحملة الزراعية للعام 19 و2000
2020 من الميلاد تحت شعار سيطرة على كوفيد-19 من أجل تجنب الأزمة الغذائية بولاية سيلا، وذلك لضمان الأمن الغذائي بالمنطقة والتي تهدف إلى السياسة الرشيدة والحكيمة لصاحب الفخامة إدريس ديبي إتنو بغية توفير العيش الكريم والراغد للسكان. وبهذه الفاعلية قد أطلق والي ولاية سيلا العميد عبد الرحمن علي محمد الانطلاقة الرسمية للحملة الزراعية لهذا العام، وذلك بحضور مندوبة وزارة الزراعة والرعي والمعدات الزراعية. وأثناء الانطلاقة الرسمية أعربت مندوبة وزارة الزراعة بالولاية ماجيمتا بولوليسيان قد قدمت نتائج الحملات السابقة والنسب المئوية المتفاوتة لكل فترة وارتفاع نسبة التعرض لسوء التغذية، مضيفة بأن الحكومة وبالتعاون مع الشركاء الفنيين قد اتخذتا كل التدابير اللازمة عبر وضع خطة خارطة عمل من أجل الاكتفاء الذاتي والقيام بتطوير العمل الزراعي وتوفير السماد وتقوية وتعزيز قدرات المنتجين. أما والي ولاية سيلا العميد عبد الرحمن علي محمد قال بأن ولاية سيلا هي منطقة زراعية متميزة ولها موارد وخيرات جمة، مشيرا إلى أن الولاية منذ سنين بعيدة تعاني من خراب في البيئة، موضحا بأن الحكومة عبر السياسة الرشيدة لصاحب الفخامة إدريس ديبي إتنو تود تحديث الحقل الزراعي. وسيلا هي ضمن الولايات المستفيدة من توزيع المحاريث وذلك من أجل تحسين الإنتاج الزراعي. هذا وتجدر الإشارة إلى أن عملية الانطلاقة الرسمية للحملة الزراعية جرت وفق الاحترازات الوقائية من انتشار كوفيد-19. قام حاكم ولاية شرق الأوسط جبير يونس بزيارة تفقدية إلى المؤسسات الجامعية والثانويات بمدينة سار، خاصة بعد استئناف الدراسة بها. المزيد لدى الحسين النور. أشرف حاكم ولاية شرق الأوسط جبير يونس على عمل استئناف العام الأكاديمي الحالي، حيث قام الوالي بزيارة تفقدية لعدد من المؤسسات التعليمية داخل مدينة صار حاضرة الولاية. ولاحظ الوالي أن كل الأمور تسير بشكل جيد، إلا أن هناك بعض القصور الطفيف، وقد أعطى الوالي توجيهات بأن كل الأمور تكون وفق الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة للحد من هذا الوباء. ولاش المشينا فوقهم ده في ويدين قدروا نظموا ويحترموا القانون، لكن في ويدين خطوا الأولاد تنين تنين محل ثلاث ثلاثة في سالة واحد، ناس قريب 40-50 ناس ما ممكن، لأن الحكومة طلبت أي سالة لازم يكون 20-25 للأقل، ولأجل ذا طلبنا من أي المسؤول عن المدارس ذا يشوفوا كيف ينظموا، لو صالة ما تكفيم في مدارس ابتدائية القفلة ده نظفناها وجاهزة لشان هم يقضوا الطلبة ويجين في مدارس السقايدة. ومن داخل المؤسسات التعليمية بمدينة صار ناشد جبير يونس كل المعلمين إلى الرجوع في أماكنهم من أجل إنجاح العام الأكاديمي بالصورة المطلوبة. قام الأمين العام لولاية ممثلا للحاكم بزيارة إلى ثانوية مانجو للإطلاع على مدى تطبيق التوجيهات والإرشادات التي اتخذتها الحكومة لمكافحة فيروس كورونا. عبد الرحمن آدم رحمة. وسط عملية احترازية صارمة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وصل الأمين العام لولاية جيرا جرامبيتي دينغاميو ممثل للحاكم إلى ثانوية مانجو، هذا وبعد استقبال رحيب من قبل لجنة الصليب الأحمر وأعضاء هيئة التدريس. فقد قام الأمين العام والوفد المرافق له إلى غسل الأيدي التي هي بمثابة الخطوة الأولى التي تقي مباشرة من الإصابة بالمرض، وعلى أمل أن تكون مثلا للتلاميذ وأعضاء هيئة التدريس. هذا ومن أجل المعرفة والتعكت على إعادة الدخول المدرسة للتلاميذ. فقد زار الأمين العام للولاية عدة فصول أعطى من خلالها التلاميذ التوجيهات اللازمة والتي يجب أن يتحلى بها الجميع، وهي الغسل قبل دخول المدرسة
والتباعد الاجتماعي وخاصة لبس الكمامة. وأضاف الأمين العام بأن هذا يجب أن لا يكون في المدرسة في حسب، بل تكون معهم من أي وقت لآخر، وهي الخطوة نفسها يجب أن يطبقها المدرسون. وتزامنا مع الدخول المدرسي، فقد انتهز حزب الوسط توزيع عدد كبير من الكمامات التزاما منه للمساهمة في هذه الأزمة الصحية التي يجب أن يتضافر فيها الجميع. وقد أكد السكرتير الولائي لحزب الوسط عبد الكريم إيسا دروب بأن حزب الوسط يعمل جاهزا من أجل دعم سياسة الحكومة التي ترمي إلى محاربة فيروس كورونا من ولاية جراء، ودعا الطلاب إلى ضرورة احترام هذا القرار الذي هو بمثابة حاجز لمنع انتشار المرض من ولاية جراء. ونشير بأن عملية إعادة الدراسة قد لوحظ فيها احترام جميع القرارات الاحترازية التي تقي من مرض كورونا. محافظ البطحاء الشرقية قام بزيارة تفقدية إلى بعض المؤسسات التعليمية الموجودة هناك. محمد طاهر جبرين الحر وهذا التقرير. إن أفضل طريقة لضمان عدم انتشار فيروس كورونا بين أطفال المدارس هو جعلهم يرتدون أقنعة ويحافظون على مسافة بينهم. هذا ما يبرر نزول محافظ البطحة الشرقية محمد إدريس سوسة وكل مساعديه في واحدة من أكبر المدارس الثانوية بأم حجر، وهي ثانوية صافي عبد القادر. هنا تلقى التلاميذ جميعهم أقنعة حماية من المحافظ، كما استلم المحافظ محمد إدريس مواد حماية قدمت هدية لقطاع التعليم من قبل إحدى المواطنات من أبناء أم حجر، وهي سمكة عبد القادر صافي. إنها عبارة عن 1000 كمامة، 10 معدات لغسل الأيدي، و10 كراتين صابون سلمها المحافظ إلى مفتش التربية الوطنية بالبطحة الشرقية. المحافظ والمتحدثون الآخرون أشادوا بهذه الخطوة وتمنوا أن يتبع كوادر أم حجر الآخرون هذا المثال الرائع. في أم حجر دائما وفي أول جمعة بعد إعادة فتح المساجد التي كانت قد أغلقت بسبب جائحة كورونا، شهد المسجد العتيق بهذه المدينة ترتيبات خاصة خضع لها المصلون بمبادرة من السلطات المحلية وجمعية شباب البطحة الشرقية للتنمية، حيث وزعوا مجموعة من الكمامات على المصلين قبل الدخول لأداء صلاة الجمعة. وتأتي هذه الخطوة وفقا لأحد مسؤولي الجمعية إدريس حمدان إدريس، لأن ارتداء الكمامة يبقى خير وسيلة لضمان عدم تفشي الفيروس بين المصلين في المساجد. أعضاء المجلس الولائي للحركة الوطنية للإنقاذ بولاية وادي فيرة قدموا كمية من الأدوات والمعدات إلى مستشفى مدينة بلتن في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا. محمد صالح النور. المجلس الولائي للحركة الوطنية للإنقاذ بوادي فيرة هو من قام بتقديم هذا الدعم الذي يتكون من الأقنية والصابون إلى المجلس التنفيذي للحركة الوطنية للإنقاذ بمحافظة البهر، وذلك بحضور محافظ المقاطعة وعدد من مناضلي ومناضلات الحركة الوطنية للإنقاذ بالمحافظة. وعلى حسب نائب الأمين العام الولائي للحركة الوطنية للإنقاذ بوادي فيرة إسماعيل يوسف، رغم التحسن في الوضع الصحي يجب زيادة اليقظة في جميع الأوقات وفي جميع الأماكن للحد من فيروس كورونا الوبائي. كما وجه محافظ مقاطعة البحر أسيل دوكومبا نيابة عن جميع فئات السكان بالمحافظة امتنانه لمجلس الحركة الوطنية للإنقاذ بوادي فيرة على هذا العمل الذي يعد مهما في النضال ضد جائحة كوفيد-19. كما انتهز الفرصة ووزع أعضاء المجلس الأقنعة بالسوق المركزي لمدينة أراضة. وفي نفس الإطار قام المجلس التنفيذي للحركة الوطنية للإنقاذ بمحافظة بلتن على رأسه آدم أبو بكر بشير بزيارة إلى المستشفى الولائي بمدينة بلتن، حيث قام بتوزيع بعض من المواد الغذائية إلى النساء المرضى بقسم الأمومة. وبالتالي قام أعضاء المجلس التنفيذي للحركة الوطنية للإنقاذ بمحافظة بلتن إلى تقديم هذا الدعم إلى السجناء. وقد أشرف على كل ذلك محافظ مقاطعة بلتن محمد علي رحمة، الذي بدوره شكر أعضاء المجلس لهذه اللافتة الكريمة إلى ذوي الحاجة، مؤكدا أن هذا العمل يترجم على أرض الواقع سياسة صاحب الفخامة ورأس الدولة إدريس ديبي نو، الذي يسعى دوما وأبدا إلى توفير الدعم للضعفاء من السكان.
كما قام أعضاء حزب الحركة الوطنية للإنقاذ بولاية ميكبي الشرقي مجموعة من الأدوات قدموا مجموعة من أدوات النظافة لبعض أهالي المنطقة. خالد النور بشير. في إطار الكفاح ضد تفشي جائحة كوفيد-19 قام مناضلو الحركة الوطنية للإنقاذ MPS بولاية ميكبي الشرقية بتقديم مساعدات مكونة من معدات وقائية لصالح أبناء مدينة مولكو، وهذه المساعدات مكونة من 10 معدات لغسل الأيدي وكرتوني صابون و2200 كمامة. ومن جانبه عمدة مدينة مولكو السيد كاهاي تودنسو مارتين فقد أشاد بالدور الريادي الذي يلعبه مناضلو الحركة الوطنية للإنقاذ في التصدي لتلك الجائحة منذ ظهور أولى الحالات بالبلاد. وأما المدير التنفيذي لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ حتنا غارونا فقد طالب سكان المنطقة بارتداء الكمامات واتباع سبل الوقاية، وأن الحركة الوطنية للإنقاذ ماضية في كفاحها ضد جائحة كوفيد-19 حتى آخر لحظة. ومن جانبه السيد بوسنا بوكسينا ممثلا للأمين العام لمكتب الحركة الوطنية للإنقاذ بمايكب الشرقية فقد شكر السكان على حفاوة الاستقبال، مضيفا بأنه وإن كانت هذه المساعدات بسيطة إلا أنها تدخل في دعم الحكومة في كفاحها ضد تفشي جائحة كوفيد-19. وللعلم فإن إعادة فتح الفصول الدراسية وأماكن العبادة ستكون قريبة، متمنيا وصول تلك المواد لمستحقيها. قام محافظ مقاطعة حراز البيار بإطلاق حملة نظافة لعدد من المدارس والمساجد بحضور عمدة المدينة الطيب مندسر. بهدف إدارة إشكاليات نقص التغذية في تشاد وتعبئة وتهيئة الجهات الفاعلة في المجتمع حول مسألة تحسين الغذاء، جهد ورشة العمل لعرض الأنشطة المختلفة خلال عامين لمشروع شبكة إليون سوينتشات في مجال تحسين التغذية. ناقش المشاركون في هذه الورشة العديد من المشاكل المتعلقة بمسألة سوء التغذية وكيفية إيجاد حلول ممكنة لتحسين الغذاء في بعض ولايات البلاد. منسق شبكة إليون سوينتشات الدكتور موسى إبراهيم في كلمته الترحيبية قال إن هذه الورشة جاءت لتبادل الأفكار حول كيفية تحسين التغذية في البلاد، مؤكدا أن حكومة البلاد في عام 2013 قامت بإنشاء نظام لتنسيق التغذية المسمى بالمجلس الوطني للتغذية والأغذية متعددة القطاعات، وأن الهدف من هذه الورشة تحدث مدير قسم سوء التغذية والتغنية الغذائية بوزارة الصحة العامة عن الهدف من هذه الورشة. الورشة دي ليجو بروجي حنا الموفمان سكالينغ اب نيتريشن وسعدام للشبكة حنا المنظمات غير حكومية يشتغلوا سوا لكيف يلقوا حل للمشكلة حنا التغذية. هذا وإن شبكة إليون سوينتشات أسست في عام 2017 ولها فروع في بعض ولايات البلاد وتعمل من أجل مكافحة إشكاليات نقص التغذية في البلاد. قامت بلدية بلتن بعمليات رش لعدد من المساجد مع افتتاح المساجد والكنائس. محمد صالح النور. بعد إغلاق دام أكثر من 3 أشهر للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، عيد فتح أماكن الإبادة والمؤسسات التعليمية بمدينة بلتن كبقية المدن الأخرى. وفي هذا الإطار قامت بلدية بلتن بالتعاون مع قسم النظافة والصرف الصحي بعملية رش وتعقيم وتنظيف جميع أماكن الإبادة والمؤسسات التعليمية. في خطابه بهذه المناسبة عمدة بلدية بلتين حبيبة الدودو أوضح أن العملية تشمل جميع مساجد صلاة الجمعة والكنائس بمدينة بلتين إضافة إلى المؤسسات التعليمية، كما تزود أيضا بمعدات للنظافة، طالبا في الوقت ذاته من المسلمين أن يجتمعوا في المساجد فقط لصلاة الجمعة كما هو الحال للمسيحيين الذين كرس لهم فقط يوم الأحد للصلاة والترانيم بالكنيسة، ويكون كل ذلك مع احترام جميع القوانين الاحترازية التي فرضتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. قامت جمعية شباب الدائرة الأولى من أجل التنمية بعملية رش لعدد من المساجد الواقعة بالدائرة الأولى بحضور العمدة وعدد من النواب البرلمانيين. محمد حسن آدم.
بمبادرة من جمعية شباب الدائرة الأولى من أجل التنمية أجيباد، وبالتعاون مع بلدية الدائرة الأولى انطلقت فعاليات عملية رش دور الإبادة بالسوائل المعقمة، وذلك استعدادا لإقامة أول صلاة الجمعة بعد مضي 13 من الإغلاق جراء تفشي وباء كوفيد 19 بالبلاد، حيث بدأت عملية الرش بمسجد الإيمان بهي فرشة. وبهذه المناسبة تحدث عمدة البلدية جبريل محمد عبد الكريم والنائب البرلماني محمد توغوي تيكيليو والنائب أبكر أطمان جامع، حيث أشادوا بجهود الشباب ومشاركتهم الفائلة في الأنشطة المتعلقة بمجابهة فيروس كورونا. كما أكد رئيس الجمعية موسى بيتلم بأن هذه الحملة ستستمر لتشمل العديد من دور الإبادة والمؤسسات التعليمية بالدائرة الأولى. كما شهدت الكنيسة الإنجيلية رقم 1 حملة الرش بالسوائل المعقمة، وذلك في إطار التجهيزات لإقامة الصلوات والقداس المسيحية بالكنيسة. هذا وفي الدائرة الرابعة فقد شارك العمدة هارون رماد في صلاة الجمعة بجانب سكان الدائرة بمسجد أبينا إبراهيم بشارع 30 متر، وقد عم المصلين إمام وخطيب المسجد صالح أبا الذي دعا الحضور إلى ضرورة احترام التعليمات والتوجيهات المقدمة من السلطات العليا. من جهته عمدة الدائرة هارون رماد حث هو الآخر المصلين على الالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية، لا سيما غسل الأيد بالماء والصابون وارتداء الأقنعة وكذا التباعد بين الأفراد في مسافة لا تقل عن 1 متر، وذلك من أجل المشاركة في مبادرات مكافحة فيروس كورونا. وقد شارك في تنظيم صلاة الجمعة هذه متطوعي الصليب الأحمر التشادي بالخلية الفرعية للدائرة الرابعة. كما شهدت بعض المؤسسات التعليمية والمساجد بمدينة أبشة لعملية تعقيم من أجل مكافحة فيروس كورونا. النظيف عبد الكريم وتفاصيل هذه العملية. بعد قرار الحكومة التشادية الرامي إلى فتح المساجد والكنائس للمصلين، فقد اتخذت اللجنة الولائية لإدارة أزمة كورونا بوداي عدة إجراءات قبل ممارسة الشعائر الدينية، مثل تعقيم دور العبادات لا سيما المساجد والكنائس بمدينة تبشة. الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فرع والدهي فضيلة الشيخ يونس محمود ومسؤول التجمعات الكاثوليكية لشمال وشرق البلاد القسم برنار إيلو عبرا عن تفاؤلهما بهذه الخطوة، مقدمين رسائل لأتباعهما بتطبيق كل القرارات الاحترازية للحد من انتشار كوفيد 19، داعين الله أن يحفظ البلاد والعباد من هذه الأوبئة. كما هي الحال في جامعة آدم بركة، فقد شهد حرمها وقاعات محاضراتها تعقيم بمطهرات محلية الصنع بإحدى معامل الجامعة. وعليه فقد أكد رئيس جامعة آدم بركة البروفيسور محمد سعيد علي أنهم يلزمون الجميع بتطبيق قرارات الحكومة لمجابهة فيروس كورونا. هذا وقد قدمت رابطة الصحفيين التشاديين الناطقين بالعربية فرع والداي وجمعية وادي مرة كمامات لصالح معهد بستان العارفين ولعمال البرنامج الغذائي العالمي بام مكتب بشة. قدم رئيس المنسقية لأجل الحفاظ على الحقوق والواجبات عباس بكر بيانا صحفيا تحدث فيه من ضرورة الحفاظ على الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا. نتابع ما جاء في حديثه. نحن نحمد الله لأن الآن الحالة الوبائية في كوفيد 19 في تراجع شديد، هذا شيء ملاحظ، ولكن هذا التراجع ما نفتخر فوق أكثر، ونحاول نزيد من كل ما قمنا به حتى هذه اللحظة. نحترم كل القرارات الذي يعني أعطانا الفرصة لنقص أو تراجع
حالات الحالة الوبائية في كندا، نطلب من الجميع أن يحافظ على هذه الصحة باحترام كل القرارات اللازمة، لأن هذا الوباء كما تلاحظون مثلا في أنحاء العالم في بعض البلاد، بلاد الكبرى يعني في حالات تراجع مثل ما نحن نعيش الآن، ولكن في زمن ما الناس حسوا بكثف أو انتشار الوباء من جديد، ونحن لا نريد هذه الحالة أو نصل لهذه الحالة. الحالة الآن في ضبط تام الحمد لله مثل ما قلنا، ولكن هذه الحالة أتت كيف؟ لما نحن احترمنا كل القرارات اللازمة. القرارات اللازمة دي وضع الكمامة، هذا شيء مهم، غسيل اليد بالصابون والماء أو بالمادة المطهرة، هذا أيضا شيء مهم وأهم، التباعد في تلامس الناس، التباعد الاجتماعي على الأقل متر، هذا يعني ما يساعد في نقل أو انتشار الوباء. قدم عدد من الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء من وباء كورونا قدموا شكرهم لإدارة المستشفى والطاقم الطبي المرافق لهم منذ دخولهم للمستشفى وتأكيد إصابتهم بفيروس كورونا. بحر الدين عبد الشافي. قدم مجموعة من الأسر والأفراد الذين تماثلوا للشفاء من فيروس كورونا قدموا شكرهم لإدارة مستشفى النهضة والطاقم الطبي الذي رافقهم منذ بداية كوفيد-19. فقد أشاد بعض المرافقين ومن الذين تلقوا العلاج الكامل من هذا الوباء بالخدمات الصحية. بشان ناس ده ناس فرحانين، ناس اللي يردوا كده منهم، ناس اللي عندهم قدرة ويعرفوا الله. نادم يشفى موت ويمشي فوقا قال أنا نداويك تلقى أفي بوارا قبل جابولهم قال قد دولا قد بروتجي أمان أول دا عندهم كاش نيبس وقان دول بس جينا نقدم لهم شكر الرجال وأوين الوافكين دا نقدم لهم شكر، فالحمد لله بهم هم أنينا يوم وافكين خدمة الخدمات جود نعرفه ليل ونار أنينا المرض داوك جينا دا قارد مالات ما عندنا هم من بس دكاتير هم من بقارد مالات الناس دولا الله يجازيهم بخير. عشان ده اليوم قلنا كان 5 دقيقة كله واجب نجي نقدم لهم شكر. بدوره مدير مستشفى النهضة جستاف بسانجي شكر الحضور وأشار إلى أن المستشفى لديه أجهزة حديثة وأطباء متخصصين في جميع المجالات لتقديم العلاجات الطبية، لذا طلب من المواطنين المبادرة والتوجه إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية. وللتذكير فإن جميع الفرق الطبية العاملة في مكافحة فيروس كورونا أعلنت جاهزيتها في كل الأوقات لاستقبال المرضى داخل المستشفى لتقديم العلاجات اللازمة لا سيما الخاصة بمرض كوفيد-19. نظم صباح اليوم منسقية جمعيات المجتمع المدني للدفاع عن حقوق الإنسان حملات توعوية بالدائرة العاشرة. تفاصيل هذه الحملات لدى إبراهيم محمد موسى. مواصلة للقافلة التوعوية من قبل منسقية جمعيات المجتمع المدني للدفاع عن حقوق الإنسان، حيث واصلت نشاطاتها التوعوية بحي جبل ليرو بالدائرة العاشرة، كما شملت جوال بعض المنازل بالأحياء النائية لأجل توعية المواطنين بالدائرة بضرورة ارتداء الكمامات واحترام إجراءات التباعد الاجتماعي. وفي هذا الصدد دعا الأمين العام للمنسقية المسؤولين بالنزول الميداني لتوعية الرسالة الثانية نقول خلي سي كاسيدو عليه مرقد في التيرين وقايده، وخلي الآخرين ذاتك السياسيين والكادر بتاع البلد والناس الكبار ذاتك خليه يحركوا، يا تقولكم بقدر بيسي في مناشة نو سنسيبيليزاسيون ده يكون كويس. من رئيس الدولة شال الخدمة هنا الكوميتي ده، الخدمة ماشية كويس ونشكره ذاته ونشجعه عشان يكون دائما في قدام وانينا كنين نتابعه ان شاء الله. شكرا. علما بان مثل هذه القوافل تدعم سياسه الحكومه الراميه الى الحد من انتشار فيروس كورونا الوبائي الذي ما زال يعصف بالمواطنين ووضع حد بهذا المرض. أعضاء جمعية لامي فورتين قدموا عدد من الكمامات مساهمة منهم للحد من انتشار فيروس كورونا. آدم حنفي.
ضمن الحملات التوعوية ضد جائحة فيروس كورونا، قدمت جمعية لامي فورتن كمية من الكمامات لكل من بلديتي الدائرة الأولى والدائرة التاسعة، وقد حطت رحالها أولا بالدائرة الأولى. كان ذلك بحضور عمدة بلدية الدائرة الأولى جبريل محمد عبد الكريم ومستشاري المجلس البلدي. الأمين المكلف بالتضامن بجمعية لامي فورتن سيد أبتشا تحدث عن الهدف من هذه الخطوة. من رئيس الجمهورية شالة خدمة في إيدينا دا الحمد لله بقوانا الله وبنيتا صافي دا المرض ذاتا قم قاية قبل ورق. عمدة الدائرة الأولى جبريل محمد عبد الكريم شكر جمعية لامي فورتن مؤكدا أن هذه الكمامات ستوزع إلى سكان الدائرة وخاصة الشرائح الضعيفة. المحطة الثانية كانت بالدائرة التاسعة حيث قدم جمعية لامي فورتن كمية من الأقنحة. حينها طلبت رئيسة بعثة لامي فورتن زينب غرتلوم من عمدة الدائرة التاسعة تقديم هذه الكمامات لسكان الدائرة للحد من تفشي كوفيد 19. كما شكر عمدة الدائرة التاسعة حسن حامد محمد أعضاء جمعية لامي فورتن على هذه الجهود المقدرة مؤكدا ستصل هذه المساعدات إلى مستحقيها في أقرب وقت ممكن. تواصل حملات التوعوية. منظمة صوت المرأة أطلقت أيضا حملة توعوية بداخل عدد من المؤسسات التعليمية. الحسين النور. أطلقت منظمة صوت المرأة حملة توعوية استهدفت مختلف المؤسسات التعليمية، وتهدف الحملة إلى توعية طلاب مختلف تلك المؤسسات حول كيفية التعامل مع الكمامات وطرق استخدامها. بدأت الحملة التوعوية بجامعة هيك تشات، حيث شرح فيها ممثل منظمة صوت المرأة حديد جرجاتو أهمية ارتداء الكمامات وطرق تنظيفها خاصة للطلاب في المؤسسات التعليمية. كما وصل وفد منظمة صوت المرأة إلى ثانوية البنات وحمل نفس الرسالة. وهناك أوضحت رئيسة المنظمة أمينة تجاني للتلميذات خطورة هذا الوباء، لذا فمن الضروري ارتداء الكمامات والعناية بتنظيفها، مبينة إنها السبيل الأمثل للوقاية من هذا الوباء. والمحطة الأخيرة لوفد منظمة صوت المرأة كانت بجامعة إيميكو سي، وقام الوفد بحملة مماثلة، وفي جميع تلك المؤسسات لقي الوفد ترحيبا من قبل الطلاب والمعلمين، حيث أكدوا لهم تطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان السلامة من هذا الفيروس التاجي. نظمت صباح أمس جامعة إيميكو سي ورشة تدريبية لصالح عدد من الطلاب بعد استئناف الدراسة بشكل رسمي. ترأس المناسبة رئيس مجلس الإدارة بحضور عدد كبير من الأساتذة والباحثين محمد هارون. والتفاصيل. جامعة إيميكو سي كغيرها من مؤسسات التعليم العالي بالبلاد استأنفت أنشطتها التعليمية التي توقفت بسبب جائحة كورونا، وتزامنا مع إعادة الدراسة فإن الجامعة نظمت دورة تدريبية للطلاب حول أهمية احترام الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمن تفشي فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه. وبهذه المناسبة دعا رئيس مجلس إدارة الجامعة دكتور ألا راديكو نيسيميو جميع الطلاب والمدرسين للتقيد بالإجراءات الوقائية تفاديا للإصابة بالفيروس، كما أشاد بجهود الحكومة الرامية إلى محاربة جائحة كورونا في أوساط المواطنين، ونشير إلى أن هذه الدورة التدريبية تستمر 5 أيام وبعدها ستبدأ الدراسة رسميا لإكمال ما تبقى من المقررات الجامعية للفصل الدراسي الثاني، علما بأن الجامعة تلقت دعما من بعض المنظمات الوطنية لتنظيم هذه الدورة. قدم المنسق العام لمنصة تشات أولا محمد صالح موسى حديثا صحفيا هنأ فيه رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو على منحه رتبة مشير تكريما وتقديرا لجهوده من قبل نواب الجمعية الوطنية. جزء من حديثه. زي ما لاحظنا كل أمس في الأسامبلية ناسيونال كأسامبلية تيتر أونوريفيك لبريزيدان Idriss Déby Itno élevé au rang maréchal. Da aliyom farhalé tashadin kul. Wada anyine be Ousmane Mambara na plateforme ni félicité Raïssa Djomouria au neskuro l'Assemblée nationale kul fakar fi injada dal président Sowa wa antolo titre na maréchal la. Wakan aliyom bedena na hajju fi injada dal président Sowa da ممكن يستيقظ تيتر ده بدري
واي شيء يقول عنده وقت كان وقت تم قول بيجي. دونك زي ما تعرفوا برنا جات من انتري انا 90 الليبرتي والديمقراطية جاء في كذا اليوم البرنا جات جاب انجازات كثير. نحن ممبر انا بلاتفورم بي اسم انا 54 اسوسياسيون الادرا انا بلاتفورم انا بلاتفورم لكات دابور نقول لها فيليسيتاسيون ولينا سنا اسامبلي جنرال نقول لهم ميرسي في فكر رايال دا انتو تيتر اونوريفيك انا مارشال رئيس الجمهوريه. ونختم النشرة ببيان رقم 72 الحالة الوبائية لمرض فيروس كورونا لهذا اليوم السبت. 50 تم فحصها، 0 إصابة جديدة، 0 حالة شفاء، ويبقى العدد الكلي 778، 0 حالة وفاة، ويبقى عدد الوفيات 74، 13 حالة مرضية تحت العلاج. عدد الإصابات المؤكدة منذ تاريخ 19 من مارس وفي الأقاليم المصابة هي إنجمينة 761، البطحاء 6، شريبة قرمي حالة، إنيدي شرق 1 حالة، جراء 19، كانم 18، البحيرة 5 حالات، لوجون الغربي 13، لوجون الشرقي 10، مندول حالة، ميكوبي الشرقي 3، شريق الأوسط 11 حالة، سيلة حالتين، والداي 8 ووادي فيرا 6. تدعو المنسقية الوطنية للاستجابة الصحية المواطنين للمزيد من الالتزام والتحلي بروح المسؤولية من أجل إيقاف انتشار الوباء، كما تناشد الجميع على ضرورة احترام القرارات والإرشادات الصحية. المنسق الوطني للاستجابة الصحية بروفيسور شوا أوشومي، نأمل من الجميع الالتزام بهذه الإجراءات الوقائية لضمان صحتكم وصحة من حولكم. في أمان الله.